الو، اهلا يا حسناء، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ ازاي الحمد لله، حضرتك؟ اهلا انا وسهلا. طبعا مبسوطه ان انا بتكلم، يعني اول مره في التلفزيون واول برنامج يبقى مع حضرتك، لانك يعني غاليه عندي جدا. الله يكرمك يا حسناء، شكرا لك. وبرده يعني بسلم على فضيله الشيخ. اهلا وسهلا. انا كنت عايزه اسال عن حاجتين. اول حاجه هي صله الرحم ما بيني وما بين عماتي، ايه؟ بينا وبين صلة عمتك. الرحم بيني عمتك. وما بين عماتي من زمان جدا، وهما يعني كفاية عليهم المشاكل، وأنا ووالدتي وأخواتي اتأذينا منهم كتير جدا، وإحنا اللي كنا بنصل الرحم كل مرة وبنرجع نتكلم كل مرة، بس كانت كل مرة برضه بتحصل مشكلة منهم هما، ومشكلة بتنتهي في الآخر بخصام وخناق. وآخر مشكلة حصلت هي كانت مدوا ايديهم على والدتي وضربوها ضرب مبرح، وهي ما خدتش حقها، وقلنا فوضنا الامر لربنا. فدلوقتي انا عايزة اعرف، لو احنا مثلا ما بنتكلمش دلوقتي، وماما خلاص هي يعني هي خلاص هي اتأذت يعني قفلت من الموضوع ده، هل ده في يعني يعني اتكتروا على ماما وضربوها على يعني كانت المشكلة يعني باختصار انه ماما وبابا كانوا سايبين بعد فترة، وهم بيحبوا اخوهم، فلما بابا تعب وماما راحت المستشفى عشان تشوفه وقفت جنبه، هم راحوا المستشفى قالوا لها انت ايه اللي جابك مثلا، وضربوها، خدوا منها الاشعة والتحاليل، وكلهم اتكتروا عليها، وهي كانت لوحدها، وكان معاها اخواتي الصغيرين، يا عيني. وما قدرتش تعمل حاجة. دي كانت اخر مشكلة حصلت، وانا طبعا ما اقدرش اعمل حاجه، لان انا يعني في الاول وفي الاخر هم عمتي، انا ما اقدرش اتصل ازعق او اشتم او اي حاجه. فانا عايزه اعرف، لو احنا مثلا قطعنا معاهم خلاص، لان فعلا احنا اكتر من مره على مدار السنين اللي عشناها معاهم، كل مره احنا اللي بنصل الرحم، وفي الاخر خلاص احنا يعني خلاص جبنا اخرنا. فعايزه اعرف اذا كان ده في يعني علينا غلط عند ربنا، ولا ده ايه يعني؟ ماشي. لا، هو يعني كون انها مسكت نفسها، ان انا امي مثلا تتضرب علقه وهي مسكت نفسها وما ردتش عليهم، ده قمه الاخلاق بصراحه. انما هل هي مطالبه انها يعني تبرهم وتسال عليهم وهم ضاربين امها علقه واستكتروا عليه، لا، هو اتكتروا اللي عليها مطلوب، وضربوها؟ اللي مطلوب يا استاذ دعاء الحل، حل الموضوع. وحل الموضوع لا يتاتى الا بالصلح والاصلاح. ده هي لو عايزه تعمل الصح، مطلوب ان احنا تصلح عمتها على امها. فينبغي رقم واحد ان العمات يعرفوا، انه اذا كان احنا بنسمع من طرف واحد، ان العمات يعرفوا انهم اخطاوا في هذا التصرف، ويجب عليهم ان هم يروحوا يعتذروا لهذه المراه ويسترضوها. ده رقم واحد. ما عملوش العمات كده، عملوا كده، خلاص اصطلحنا بقينا كويسين، وده الحل الوحيد، مفيش حل تاني. العمات ما عملوش كده، فالام لا تصلهم. خلاص الام ما توصلش، خلاص تخليها في مكانها لغايه لما يجوا يعتذروا لها، ولغايه لما يجوا يرضوها ويصطلحوا معاها. طول ما هم ما عملوش، هي ملهاش ان هي تروح، خلاص كده. انما البنت نفسها مطالبه بصله العمات. ما الام هتزعل. انا واخد بالي، ما انا بقول لحضرتك بقى ان هنا، عشان كده انا قلت كده، ده حل وحيد، ان هو الصلح ما بين الطرفين، وان تعتذر العمات الى الام. هو ده المفروض، ده اللي يحصل. لو ده ما حصلش، اعتذروش، فالام لا وزر عليها في ان قطعت، خلاص لا وزر ان تم الاعتداء عليها وتم ظلمها، وينبغي ان هو تترضى. اصلا الام عليها حاجه انها تود تود خلينا عارفين اخوات جوزها. ايوه، خلينا عارفين ان الزوجه لازم تروح لحماتها، وان الزوجه لازم تروح لعمات اخوات جوزها، لازم. ده بيحصل. ده بقى من باب ايه؟ فين القاعده اللي بتقول كده؟ القاعده بتقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني انا ابني انا مش هيعرف يوصل خاله الا اذا انا مصالح خاله. فكده اصبح واجب، ده واجب على ابني يعمله، فلا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فهنا عشان كده لازم نقول ان هنا لازم، وهناك ايضا واجب على العمات ايضا ان هم يصطلحوا مع مرات اخوهم، عشان يمكنوا بنت اخوهم من صلاتهم. يعني خلي بالك الواجبات هنا متبادله، يعني مش على البنت فقط ان هي توصل، لا، ده هي على البنت ان تصل حتى تاتي الى الاصلاح،
وحتى تأتي إلى الصلح، هذا هو المقصود. لما تروح تكلم عمتها تعاتب عليها وتقول لها أنت عملت كذا وتصرفت كذا وتصرفك ده ما كانش كويس، وأنت المفروض تصالحي ماما، وأنت اللي غلطانة، طب ما نقعد مع بعض ونعمل قعدة، طب ما ندخل فلان، طب ما ندخل علان، يعني حد من الأقارب، حد يعني يكون يعني حكيم في المجلس وحد كبير في السن يقعد يقدر يسيطر على الموقف في الحكم. هو ده اللي المفروض إحنا بنعمله في الحل اللي زي ده. إنما هي لا يجوز لها أن تقطع، لأن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن لي أهلا أصلهم ويقطعون وأحلم عليهم ويجهلون. حضرتك قلتي إن تصرفها ده تصرف منتهى الحلم ومنتهى الذوق ومنتهى الأدب، خلاص كده، وأحلم عليهم ويجهلون، يعني بيعملوا أوسخ وألعن من هذا. قال: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني المعنى أنك أنت تفضل مستمر في هذه الصلة وفي هذه المودة. فهو ده الحكم الشرعي. طيب. ده حكم شرعي.